أحبائي وأعزائي طلاب بالصف الأول الإعدادي، أهلا بكم ومرحبا وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة أونلاين ودرس جديد من دروس اللغة العربية على قناتكم المتميزة قناة مصر التعليمية. أسأل الله القدير أن يجعلنا سببا في تيسير كل عسير عليكم بإذنه تعالى. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض نص حديث نبوي شريف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وحي من الله سبحانه وتعالى بعنوان من مكارم الأخلاق. احنا تعودنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بيرشدنا الى الصفات الطيبة والخصال الكريمة التي يجب ان يتمتع بها كل انسان، مش شرط المسلم ولكن غير الايه غير المسلم، صفات تنفع كل الناس يجب ان يعيش بها الانسان. ليه اصلا احنا نعيش بالصفات ديت؟ لان الصفات دي في النهاية هتفيد الانسان في حياته. الصفات ديت بتجعل الإنسان يعيش يعني في حياة سعيدة ويعيش في حياة كريمة. نبدأ مع بعض في قراءة النص اللي معانا ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يرشدنا إلى إيه. نص من مكارم الأخلاق، حديث نبوي شريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. تاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. نشوف أهم المفردات اللي موجودة معانا في هذا النص الكريم. طبعا أبو هريرة هو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه الحقيقي هو عبد الرحمن ابن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقب بأبي هريرة لأنه كان دائما يحمل هر صغير على يديه. أبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر صاحب أو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لقب بهذا الاسم لأنه كان دائما يحمل على يديه هرا صغيرا يربيه ويرعاه. طيب، نقص مال من صدقة، يبقى عندي كلمة نقص بمعنى ايه؟ بمعنى قل، وأكيد هيبقى عكسها زاد. كلمة نقص معناها قل وعكسها ايه؟ زاد. طيب، كلمة صدقة نفسها بقى معناها ايه؟ هو ما يعطى على وجه القربى لله ورجاء لثوابه، أو هو ما يعطيه الغني للفقير تقربا إلى الله ورجاء لثواب الله سبحانه وتعالى. وجمع كلمة صدقة هتبقى ايه؟ هتبقى صدقات. ما نقص ماله من صدقة وما زاد الله عبدا. كلمة عبدا هنا المراد منها انسان، كلمة عبدا المراد منها او المقصود منها ايه؟ انسان. وجمع عبد عباد وعبد وعباد، جمع كلمة عبد عباد وعبد وعباد. تاني، نقص معناها قل وعكسها ايه؟ زاد. كلمة صدقة هي ما يعطى للفقير على وجه القرب أو التقرب لله ورجاء لثوابه، وجمع صدقة صدقات. كلمة عبدا المراد منها إنسان، وجمع كلمة عبد عباد وعبد وعباد. طيب، نيجي بعد كده لبقية المعاني. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العز معناها الرفعة والقوة، والمراد من كلمة عزا إكراما. طبعا اكيد عزا عكسها ايه؟ عكسها ذلا. وما تواضع احد لله الا رفع. تواضع يعني ابتعد عن التكبر، كلمة تواضع ابتعد عن التكبر، وعكسها ايه؟ عكسها تكبر. وما تواضع احد لله الا رفع، كلمة احد شخص انسان برضو، وجمع احد ايه؟ احد. الا رفعه، رفعه معناها اكرمه واعلى منزلته، وعكسها حطه او وضعه او اذله، اي كلمة من الثلاثة صح. رفعه اكرمه واعلى منزلته، عكسها حطه او وضعه او ايه؟ او اذله. يبقى عزا معناها ايه؟ رفعة وقوة، والمراد منها اكراما، وعكسها ذلا. تواضع معناها ابتعد عن التكبر، وعكسها تكبر. احد جمعها احد، رفعه اي اكرمه واعلى منزلته، وعكسها حطه ووضعه او اذله. نيجي بقى لشرح الحديث الشريف ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا إلى إيه في هذا الحديث. يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إلى بعض الصفات العظيمة التي لا غنى لأي إنسان عنها، وأولها الصدقة.
يبقى أول صفة بيرشدنا ليها النبي صلى الله عليه وسلم هي ليه؟ هي الصدقة أو التصدق على الناس. لماذا بقى؟ الصدقة عمل عظيم، ولا تعتقد أن الصدقة تنقص من مالك شيء، ولكن الصدقة تزيد المال. ده كلام جميل جدا. يبقى الصدقة من الأعمال العظيمة اللي ممكن يقوم بها الإنسان. بس في ناس بتعتقد أن الصدقة لما تتصدق أنها بتنقص من مالك، ولكن النبي بيقول ما نقص مال من ايه؟ من صدقة. طب ازاي الصدقة ما بتنقص المال بل بتزيد المال؟ ولكن كيف يحدث ذلك؟ الاجابة هي الله سبحانه وتعالى يزيد لك في مالك كما وكيفا. كما من حيث الكم، وكيفا من حيث الكيفية. يبقى كما فقد يفتح لك ابواب رزق لم تكن في حسابك. يعني انت تصدقت بمبلغ معين، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب من ابواب الرزق ما يكونش انت عامل حساب هذا الرزق انه ياتيك، ياتي لك كده من عند الله سبحانه وتعالى. ده يكون بسبب ايه؟ بسبب الصدقه. يبقى من حيث الكم قد يفتح لك الله ابواب رزق لم تكن في حسابك. وكيفا؟ بان يبارك الله لك في المال الذي تبقى معك، حتى لو لم ترزق بخلاف هذا المال، المال اللي هيبقى تبقى معاك ربنا بيبارك في هذا المال، فتستطيع ان انت تصنع به ما كنت ستصنعه لو كان المال كله ايه؟ كله معك. البركة من عند الله سبحانه وتعالى. يبارك الله لك في المال الذي تبقى ايه؟ الذي تبقى معك. يعني كنت بضربها بمثال كده للطلاب، انت لو معاك مثلا 100 جنيه وتصدقت ب 20 جنيه منهم، انت هتعتقد ان ال 100 جنيه نقصوا بقوا 80 جنيه ببركة الله سبحانه وتعالى. ليك في المال اللي معاك اللي هم ال 80 جنيه اللي موجودين معاك دولت، ممكن تصنع بيهم اللي كنت هتصنع او تشتري بيهم اللي كنت هتشتري بال 100 ايه؟ بال 100 جنيه. ديت البركة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في المال. والعكس بقى، ان انت لو رفضت ان انت تتصدق مثلا منها، او ابيت على التصدق ورفضت، ممكن ال 100 جنيه اللي معاك ديت لا تفعل بها اي شيء، وتضيع كده يعني هباء هباء منثورا. يبقى اول حاجه بيرشدنا ليها النبي صلى الله عليه وسلم صفه عظيمه جدا، وهي الايه؟ الصدقه، هي لصالح كل الناس، للفقير وللغني. يعني ما تعتقدش ان الانسان الغني بيتفضل بالصدقه دي على الفقير، بالعكس، ده الغني احوج الى الصدقه من الفقير. مش احوج الى الصدقه ان هو عايز فلوس، لا، الغني احوج من الصدقه لانه بيطهر ماله اولا بالصدقه، تاني حاجه ان الله يبارك له في ماله بهذه الايه؟ بهذه الصدقه. فربنا بيبارك، ده من حيث الكم الكيف، وبيقد يفتح لك ابواب الرزق، ودي من حيث الايه؟ من حيث الكم. الصفه الثانيه هي العفو والتسامح. فاذا جنى عليك احد وظلمك في مالك او في بدنك او في اهلك او في حق من حقوق، اي شيء ظلمك فيه، فان النفس تأبى الا ان تنتقم منه وان تاخذ بحقها، ولا يلام الإنسان على ذلك. واحد مثلا جنى عليك، واحد ظلمك في مالك أو في بدنك أو في أهلك أو في حق من الحقوق اللي ليك في الدنيا، أكيد أنت نفسك بتريد أن تنتقم منه وأن تقتص منه وأن تأخذ بحقك منه، ولكن ليس عليك لوم إذا فعلت ذلك. بس في درجة أحسن من كده، ودرجة أعظم من أن أنت ترد أو تأخذ حقك بيدك أو تنتقم من الذي ظلمك. إيه هي الدرجة ديت؟ أهي. لكن إذا هم بالعفو، قالت له نفسه الأمارة بالسوء إن هذا ذل وضعف، كيف تعفو عن شخص جنى عليك أو اعتدى عليك؟ فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم، أهو الإجابة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد الله عبدا بعفو إلا إيه؟ إلا عزة. يعني النبي بيقول أن الإنسان الذي يعفو عن أخيه الإنسان مع مقدرته أنه يعاقبه، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه مكان العفو ده إيه؟ عزا وشرفا وكرامة بين الناس. والذي تحدثك به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام من اعتدى عليك. طبعا ده كلام خاطئ، فهذا من خداع النفس الأمارة بالسوء ونهيها عن الخير. فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذا، فالله لا يزيدك إلا عزا ورفعا في الدنيا والآخرة. الكلام ده معناه أن الإنسان الذي يعفو وهو يقدر على أنه يعاقب، الإنسان اللي بيعفو وهو يقدر أنه يعاقب، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه منزلة عالية جدا ومنزلة رفيعة جدا في الدنيا وفي الآخرة. أن الله يعطيه إيه؟ يعطيه طبعا العز
كما يقول في كتاب العزيز: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الايه المحسنين. يكفي ان الله سبحانه وتعالى قال: والله يحب المحسنين، وهم من يعفون عن الايه، هم من يعفون عن الناس. والعفو عند الايه، عند المقدره، يعني تكون ان انت قادر ان انت تعاقب اللي اهانك او تعاقب اللي ظلمك، ولكن بالرغم من كده بتتسامح وبتعفو عنه، فبالتالي ده بيكون ايه، بيكون جزاؤه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. طيب الصفة رقم 3، وهي صفة الايه، التواضع بقى. فمن تواضع رفع الله قدره ومنزلته. الانسان اللي بيتواضع بيرفع الله عز وجل قدره ومنزلته. فمن تواضع لله ايه، لله رفع. ولكن الانسان يظن انه اذا تواضع نزل، ولكن الامر بالعكس، إذا تواضعت لله فإن الله تعالى يرفعك منزلة عالية ومكانة عالية. طيب قوله تواضع لله دي لها معنيين. المعنى الأول أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، أن تكون متواضع في عبادتك لله سبحانه وتعالى وتنقاد لأوامر الله وتبتعد عن المعاصي. دي نوع أول أو معنى أول من أنواع الإيه؟ التواضع. أما المعنى الثاني أن تتواضع لعباد الله من أجل الله، وكلاهما سبب للإيه؟ للرفعة. يبقى التواضع الأول مع الله بعبادتك لله والخضوع لله والانقياد لأمره وابتعاد عن المعصية. الأمر الثاني أو المعنى الثاني هو التواضع مع العباد بقى، الناس اللي زيك زيهم، تتواضع معاهم، لا تتكبر عليهم. طبعا جزاءك بيكون الرفعة وعلو القدر والمنزلة عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. دول ثلاث صفات النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إليهم. صفة الصدقة، يجب أن تتصدق، وعرفنا فضل الصدقة إيه، أن الله سبحانه وتعالى يزيد لك في مالك ويبارك لك فيه. صفة العفو، أن من يعفو عن الناس الله سبحانه وتعالى يرفع أو يعطيه عزا وشرفا. صفة التواضع، من تواضع لله إيه، من تواضع لله رفع. كده احنا خدنا المعاني وخدنا شرح النص الكريم. نيجي لآخر حاجة معانا، الجماليات ومظاهر الايه، مظاهر الجمال. طبعا مظاهر الجمال، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ده اسلوب ايه، اسلوب مؤكد بان يؤكد صدق رواية ابي هريرة واضافة الله للرسول للتشريف والتعظيم، أنه رسول من عند الله عز وجل. جملة رضي الله عنه وجملة صلى الله عليه وسلم دي جمل اعتراضية غرضها ليه؟ غرضها الدعاء. طيب ما نقص مال من صدقة، ده أسلوب إيه؟ أسلوب نفي بما، غرضه التوكيد على زيادة الأموال عن طريق الإيه؟ عن طريق الصدقات، وليس نقصانها. يبقى أسلوب نفي بدأ بإيه؟ بدأ بما هو غرضه إيه؟ غرضه التوكيد على زيادة الأموال عن طريق الصدقات وليس نقصانها. وجاء كلمة صدقة نكرة للتعظيم وللعموم والشمول، دي صح ودي صح. يعني كلمة صدقة هنا نكرة تفيد التعظيم وتفيد العموم والإيه والشمول، فهي تشمل كل أنواع الصدقات. كلمة صدقة نكرة للتعظيم وللعموم والشمول، وتشمل كل أنواع الإيه، كل أنواع الصدقات. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الأسلوب ده احنا خدناه قبل كده، بنسميه اسلوب الايه، اسلوب القصر اللي بيفيد التوكيد والتخصيص. اداه النفي بايه، بما، بدانا بما هو وانتهينا بالا لاداه الاستثناء. يبقى عندي الجمله اللي تبدا بنفي ما او لن او لم او لا للنافيه، وتنتهي باستثناء الا او غير او سوى، يبقى على طول اعرف ان ده اسلوب ايه، اسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص. اسلوب قصر عن طريق الايه، التوكيد والتخصيص. طيب يفيد التوكيد والتخصيص، أداته النفي والإيه والاستثناء. طيب بيؤكد على إيه وبيخصص إيه، التسامح والعفو. طيب ما تواضع أحد لله إلا رفعه، طبعا برضو أسلوب قصر. خلاص بقى اتعلمنا بقى ما أداة نفي، الاستثناء بإلا، يبقى أسلوب قصر عن طريق أيضا النفي والاستثناء، غرض التوكيد والتخصيص على صفة الإيه، صفة التواضع. طيب نيجي بقى للكلمات اللي عكس بعضها. عندي نقص وإيه وزاد، وتواضع وإيه ورفعه، نقص وزاد، تواضع رفعه. بين كل كلمتين تضاد يبرز المعنى ويوضحه، كمان يفيد العموم والايه، العموم والشمول. سؤال على النص اللي معانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هات مرادف كلمة عفو ومضاد كلمة عزة وجمع صدقة. مرادف كلمة عفو وعكس كلمة عزا وجمع كلمة ايه؟ جمع كلمة صدق. طبعا مرادف عفو هيبقى ايه؟ تسامح. طب عكسها ايه؟ عقاب. مضاد كلمة عزا هيبقى ذلا، ان عكسها شرفا. جمع كلمة صدقة هتبقى صدقات. رقم ب، الى ما يرشدنا الحديث الشريف. النبي بيوجهنا لايه والحديث بيرشدنا لايه؟ بيرشدنا طبعا الى ثلاث صفات وثلاث خصال مهمة جدا لكل إنسان. أولهم الصدقة التي تزيد المال، ثانيا العفو الذي يعطي صاحبه عزا، ثالثا التواضع الذي يرفع مكانة صاحبه. وما تواضع أحد لله إلا إيه؟ إلا رفعه. طيب، سؤال على مظاهر الجمال بطريقة تانية، أيهما أجمل ولماذا؟ ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ولا زاد الله عبدا بعفو عزة؟ ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ولا زاد الله عبدا بعفو عزة؟ ايه الفرق ما بين الجملتين اللي قدامي دولت؟ الجملتين اللي قدامي، الجملة الاولانية فيها اداة نفي ما هي وانتهت بايه؟ باستثناء. انما الجملة التانية عادية، ما في لا فيها نفي ولا فيها ايه؟ استثناء. طبعا الاجمل بالنسبة لنا هيكون اسلوب الايه؟ اسلوب القصر اللي موجود. يبقى ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة. ليه هي الاجمل يا مستر؟ لان احنا قلنا هتبقى اسلوب قصر يفيد التوكيد والايه؟ التوكيد والتخصيص. يعني الجمله ديت اقوى من الجمله ايه؟ من الجمله الثانيه. الجمله الاولانيه اقوى من الجمله الثانيه. ليه يا مستر؟ لان الجمله الاولانيه اسلوب ايه؟ اسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص. طيب نيجي لرقم د، ما العلاقه بين الكلمات الاتيه؟ ده برضو سؤال على مظاهر الجمال بطريقه ثانيه. ايه العلاقه بين الكلمات الاتيه؟ عندي نقص وايه؟ وزاد. تواضع وايه؟ تواضع ورفع. نقص وزاد هنقول بينهما ايه؟ نقص عكس زاد. يبقى بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. طيب تواضع ورفعه برضو بينهما ايه؟ بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه. يبقى العلاقة بين الكلمات هي التضاد يفيد تأكيد وتوضيح المعنى. زي ما تعودنا طبعا ما ينفعش ننهي حلقتنا الا بقطعة نحو نفتكر بيها بعض القواعد النحوية اللي درسناها سواء في الترمدة أو في السنوات السابقة. نبدأ مع بعض قراءة القطعة. الأمل عند الإنسان متجدد ما بقي على قيد الحياة، يبدأ صغيرا وينمو ويكبر حتى إذا تحقق رغب في أمل أكبر بعزيمة أشد. السؤال المعتاد طبعا، أعرب ما تحته خط، باستخرج همزة قطع وألف وصل وخبر وبين ايه؟ وبين نوعه. كويس، نبدأ أول حاجة عندنا في الايه؟ في الإعراب. الأمل عند الإنسان متجدد، قال لي اعرب كلمة الايه؟ كلمة الإنسان. طيب قبل ما أعربها هشوف اللي قبلها ايه؟ ممكن الكلمة اللي قبلها، بس طبعا ده ما بيبقاش في كل حالات الإعراب، ولكن ممكن زي ما بقول إن الكلمة اللي قبلها تديني إعراب الكلمة اللي أنا عاوزها. عندي كلمة عند. عند ديت تفكركم بإيه؟ يا مستر ده دي ظرف من الظروف، تمام؟ يبقى عند الإنسان، يبقى اللي بيجي بعد الظرف احنا اتعلمنا بنعربه إيه؟ بنعربه مضاف إليه مجرور. يبقى عند الإنسان، يبقى كلمة الإنسان هنعربها مضاف إليه إيه؟ مجرور، لأنها سبقت بإيه؟ سبقت بظرف طبعا مكان. عند الإنسان متجدد ما بقي على قيد الحياة. طب لو هعرب كلمة الحياة مع اني مش حاطط تحتها خط، بس نعربها على قيد الايه؟ الحياة. افكركم برضو باعرابها يا مستر، على قيد الحياة. قيد، ايوة، انت قلت لنا ان كلمة قيد ديت او الكلمة لما تكون نكرة وبعدها كلمة معرفة، كلمة قيد نكرة ما فيش فيها الف ولام، والحياة معرفة بالالف والايه؟ واللام. يبقى عندي هنا كلمة الحياة تبقى برضو مضاف إليه إيه؟ إليه مجرور. يبقى عندي هنا المضاف إليه خدنا له حالتين النهاردة هو، يجي بعد الظرف مضاف إليه، الكلمة ناكرة أو اسم ناكرة بعده اسم معرفة، يبقى الاسم المعرفة نعربه مضاف إيه؟ مضاف إليه. كمان عندي بعد كلمة كل وكلمة بعض وكلمة جميع أي اسم بعدهم يبقى مضاف إيه؟ مضاف إليه مجرور. الأمل عند الإنسان متجدد ما بقي على قيد الحياة، يبدأ صغيرا وينمو ويكبر. يبدأ صغيرا، عايز يعرب كلمة إيه؟ كلمة صغير. طب نيجي نجرب كده بعض الأسئلة نحطها على الجملة ونشوف
الإجابة هتبقى إيه؟ لو قول لي مثلا، ممكن يقول لي لماذا يبدأ؟ هتبقى الإجابة صغيرا طبعا، مش راكبة، المعنى مش واضح، صح؟ طب لو قول لي كيف يبدأ؟ آه يا مستر، ممكن دي بقى تيجي. كيف يبدأ؟ الإجابة هتبقى إيه؟ صغيرا، صح؟ طيب اللي إحنا بنسأل عنه بكيف بيبقى إيه؟ إحنا خدناه قبل كده في السنوات السابقة عندي، اللي بنسأل عنه بكيف بيبقى إيه؟ الحال. يبقى اكيد كلمة صغيرا هتبقى ايه؟ هتبقى طبعا حال منصوب وعلامة نصبه الايه؟ نصبه الفتح. عرفنا منين انها حال؟ حطيت الاسئلة اللي انا قلت عليها. بدأت بسؤال هل يبدأ؟ هتبقى الاجابة صغيرا لا. طب لماذا يبدأ؟ الاجابة صغيرا برضو مش هتمشي. طب كيف يبدأ؟ ايوه هنا الاجابة بقى واضحة. كيف يبدأ؟ الاجابة هتبقى ايه؟ صغيرا، يبدأ صغيرا. يبقى هنا حال بدايته اللي هو بداية مين؟ الامل. بيبدأ عند الانسان صغيرا، يبقى بالتالي هنعرب كلمة صغيرا ايه؟ حال منصوبة وعلامة نصبها الايه؟ الفتح. طيب يبدأ صغيرا وينمو ويكبر حتى اذا تحقق رغب في امل اكبر بعزيمة اشد. رغب في امل ايه؟ امل اكبر. كويس اوي. كلمة امل هنعربها اسم مجرور وعلامة جر الكسر. اكبر، واحد يقول لي يا مستر اللي بيجي بعد اسم المجرور يبقى مضاف اليه، اقول لك لا حرام عليك، انت كده يعني ضيعت او انت كده فاهم خطأ ولازم نصحح الخطأ ده. مش كل اللي بيجي بعد الاسم المجرور يبقى مضاف اليه، بدليل الكلمه اللي معايا هنا دي. في امل ايه؟ في امل اكبر. كلمه امل ملاحظ انها ما فيش فيها الف ولام، صح؟ وكلمه اكبر برضو ملاحظ ان ما فيش فيها الف وايه؟ ولام. يعني دي نكره وديت نكره، نكره زائد نكره يبقى الثانيه نعت، وبرضو معرفه زائد معرفه تبقى نعت. يعني قال لي في الامل الاكبر، عرف كلمه الامل وعرف كلمه الاكبر، يبقى الكلمتين ايه؟ الكلمتين نعت. لكن هنا برضو قال لي امل نكره واكبر نكره، تبقى ايه؟ تبقى برضو نعت. يبقى نكره زائد نكره ومعرفه زائد معرفه يديني ايه؟ يدينا نعت اللي هي الكلمه الثانيه. طيب يبقى عندي خلاص كلمه اكبر في امل اكبر، طبعا يبقى نعت ايه؟ نعت نعت مجرور وعلامه جره مش هتبقى الكسر، هتبقى علامه ثانيه بس هتاخدوها لسه في ثالثه ايه؟ ثالثه اعداد ان شاء الله، يعني زمايلكم في ثالثه اعداد اكيد عارفينها. يعني تبقى حاجه اسمها ممنوعه من الصرف، من التنوين. في امل اكبر بعزيمه ايه؟ بعزيمه اشد. تمام كده. طبعا الكلمات الايه؟ كلمات الاعراب اللي موجوده معايا. بيقول لي بقى في السؤال رقم بقى، استخرج همزه قطع والف ايه؟ والف وصل. استخرج همزه قطع والف ايه؟ والف وصل. كويس، عرفنا ان همزه القطع الاسم الذي يبدا بالايه؟ بالالف. فيه الهمزه منطوقه طبعا، تنطق وتكتب، اما الوصل فقد تنطق ولا تكتب. طيب الامل عند الانسان متجدد ما بقي على قيد الحياه، يبدا صغيرا وينمو حتى اذا ايه؟ عندك كلمه اذا، صح كده؟ اذا حرف بدأ بألف ايه؟ فيها الهمزة، يبقى ده طبعا همزة ايه؟ همزة قطع، لأنه حرف من الحروف. في أمل أكبر، برضه عندي كلمة أمل اسم من الأسماء. احنا عندنا طبعا الأسماء كلها اللي بتبدأ بألف وعليها الهمزة تبقى همزة قطع، ما عدا 9 أسماء اللي هم بتوع الايه؟ بتوع طبعا الألف الايه؟ ألف الوصل. طب ألف الوصل اللي هو طبعا أي كلمة تبدأ بألف ولام، عندك الأمل، عندك الإنسان، عندك كلمة الحياة، طبعا مفيش تاني ألف إيه؟ ألف وصل. الخبر، الأمل عند الإنسان ماله؟ متجدد. يبقى الخبر عندي كلمة متجدد، طبعا كلمة واحدة فهمتني الجملة، هتبقى خبر إيه؟ خبر مفرد. وبالخبر المفرد بينتهي للأسف الشديد وقت حلقتنا. أراكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.